السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. على وقع أزيز الرصاص الذي شهدته المنطقة الخضراء وعدد من المحافظات يوم أمس واستمر لساعات الصباح، كونت الأقلام الصفراء وأصحاب الخطاب التحريضي فكرة وصدرتها بأن اقتتال الأخوة قادم لا محال، لكن الواقع اللي حضرت فيه المرجعية الدينية كعادتها وغلبت فيه الأطراف لغة المنطق واحتكمت للعقل لا يمكن أن تقبل فيه أو تقبل فيه بالإنجرار لما يراد له البلد أن يساق لهذا. كانت هنالك خيبة أمل حرمت هذه النفوس من إكمال متعة المشاهدة للاحتراب، فلا عزاء لمن راهن على العنف وسفك الدم، وطوبى لعقلاء القوم. هذا ما سنتابعه في ملفنا الأول، وسنستمر أيضا بعد أن وئدت الفتنة وأنهيت مظاهر الاحتجاجات وعادت مؤسسات الدولة للنبض مجددا، فإن صفحة جديدة تكفل المضي بمسار الاستحقاقات الدستورية اللي بات سالكا. الأزمة ركنت جانبا وردمت الهوة بين أطراف الاختلاف، وأصبح الانتقال نحو مرحلة فيها الأجواء مؤاتية لاستكمال ما تبقى من الاستحقاقات الانتخابية والرئاسات، على أن توضع أحداث الأمس على طاولة التشريح للبحث في أسبابها وتداعياتها وآليات تجاوزها وأيضا السبل الكفيلة بعدم عودتها. إذن مشاهدينا الأكارم، هذه هي ملفات حصادنا لهذه الليلة، راح نناقشها تباعا مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله. بعد أن انجلت غبرة أحداث الأمس وانتهت معها الساعات العصيبة اللي كانت أو كادت تحرق العراق برمته، فالفتنة نفخ في جمرها كثيرا وكلفتنا الأكثر، لكن كما يقال الوصول متأخرا خيرا من عدم الحضور. المرجعية الدينية، أطراف الحل، طوقت الأزمة وفككتها تدريجيا. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلنا علي حبيب. بعد ليلة دامية وتطورات متصاعدة أعادت أذهان العراقيين لمشاهد سابقة، جاء قرار السيد الصدر ببراءته من الأفعال الصادرة التي لا تمت بصلة للإصلاح المنشود وتعديل الإعوجاج الذي أصاب العملية السياسية. فهذه السلوكيات غير السليمة لا تتصل بخط آل الصدر الكرام حسب تعبيره. وإثر ذلك أمر الصدر بانسحاب جميع المعتصمين من المنطقة الخضراء وإنهاء هذه المظاهر، وهذا ما تم سريعا. أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان، بالأيدي، بالقلوب الصافية، بالقلوب المحبة لوطنها، مو تروح تركض على الرصاص وعلى القاذفات وعلى الهاونات. بئست الثورة هذه. موقف المرجعية الدينية وبصماتها من الأحداث الراهنة ورعايتها الأبوية ونظرتها الثاقبة لمجريات الأمور وتسارعها كانت حاضرة كما عودتنا في أحداث سابقة، فأطفأت شرارة الفتنة التي أريد لها أن تحرق الأخضر كما اليابسة، وأعادت السلم الأهلي لنصابه الطبيعي بعد أن تبين أن هناك من يحاول أن يستغل الأوضاع ليسحب الجماهير نحو المساحات الدموية. السياسة أنا ما أتدخل، وأنا قلت أنه بارحة اعتزلت، وهذا اعتزال نهائي لأنه اعتزال شرعي، مو بعد اعتزال سياسة واجتماعيات وأمور أخرى. لا، شرعا المرجع قال ماكو تدخل، بعد ماكو تدخل، خلص هاي. وبعد هذا الهدوء الذي عم البلاد، توجب أحداث الأمس وغيرها من التطورات التي خلت أنهاء هذا الاختلاف في الرؤى والتوجهات والجلوس لطاولة واحدة درءا لتكرار هذه المشاهد الخطرة على السلم المجتمعي، والبدء بخطوات رسم خارطة المرحلة المقبلة تكون فيها كرامة العراق وازدهاره على رأس قائمة الأولويات. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين ورئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية. حياك الله دكتور كريما. وكذلك أرحب بالدكتورة نداء الكعبي السياسية المستقلة ورئيسة تحرير وكالة أخبار وطن. حياكم الله دكتورة. حياكم الله أستاذ أحمد، شكرا لكم. نشرف لحضرتك. وأيضا ينضم معي عبر سكايب السيد علي الزبيدي عضو تحالف الفتح. أهلا بك أستاذ علي ضيفا كريما. أبدأ مع حضرتك دكتور أسامة، نتحدث عن الأحداث التي عصفت بالعراق يوم أمس،
لربما كانت مقدماتها واضحة وأشار الخبراء في الشأن السياسي إلى أن لحظة ما سيكون هنالك إيقاد لفتيل أزمة وتتقد هذه الأزمة. بالتالي بعد أن وقى الله العراق شر هذه الفتنة، تنظر إلى الأطراف المستفيدة والأطراف الخاسرة، خلينا نحددهم حتى نضع منهجية لحوارنا هذا اليوم. نعم، شكرا حضرتك جزيلا، والضيوف وللمشاهدين قناة الأيام الموقع شكرا على الاستضافة. حياكم الله. طبعا كانت ليلة حقيقية يعني صعبة، يعني الكل كان يتوقع أن يحصل شيء قد يكون أخطر مما حصل، يعني يتعلق بوجود الدولة كلها، وجود النظام السياسي. يعني احنا كمتابعين كنا مشخصين انه راح توصل الامور الى هذا المآل، لان عندما تكون اكو ازمه او تعطل بالمؤسسات الرسميه الدستوريه، بعدين تحولت الى تظاهرات، بعدين تحولت الى تظاهرات مقابله، بعدين تطور الموقف الى انه انفجر الموقف ما بعد يعني اعلان السيد مقتدى الصدر اعتزاله. يعني كنا متوقعين انه راح يصير هذا الموقف، لكن الحمد لله نقدر نقول انه ما استمر لفتره طويله. نعم. يعني هي يمكن ليله واحده كانت ليله عصيبه، سقطوا ضحايا وشهداء، لكن ما كنا نتمنى طبعا انه يحصل هذا الشيء، لان هم كل الاطراف هم اولا مواطنين وعراقيين واخوه وابناء واباء، وبالتالي فقدان اي شخص هو خساره للعراق. يعني واحنا مشكلتنا يعني ما اعرف، يبدو هذا البلد انه دائما هو معرض، يعني من الـ80 والى حد هذه اللحظه احنا دائما نقدم تضحيات ونقدم خسائر ونقدم شهداء مرة، وبعدين جتنا سيارات مفخخة، وبعدين جتنا التظاهرات، ويبدو ما أعرف يعني كتب يعني على هذا البلد أن لا يستقر. عموما أنا أعتقد ما يعني ما حصل أو ما أعلن اليوم ورفع الخيم، سواء كان خيم التيار أو الإطار، مو معناته نهاية الأزمة. الأزمة لا زالت أزمة مستحكمة، والأزمة هي في جوهرها سياسي يعني، لكن في واقعها هو اجتماعي. احنا يعني يكون الطبقه السياسيه تكون موضوعيه ومدركه لواقع انه احنا عندنا نسبه 65 الى 70% من المجتمع مقاطع لهذه النظام السياسي، مقاطع لهذه العمليه السياسيه. لذلك تريد تحل الازمه انه انت ابدي اقنع هذا 65 70% انه هذا النظام السياسي قابل للاستمرار، انه هذا النظام السياسي بده يصلح نفسه، انه هذا النظام السياسي بده يقدم كفاءات. نعم. مو شخصيات حزبيه تتولى المواقع الدوله، وبالتالي تجرنا نشوف الى هاي المتاهات، وادائنا الدبلوماسي الضعيف ومشاكلنا. يعني احنا عندنا مشاكل بكل شيء اليوم. هسه تريد نسوي قرعه ونحط ايدنا على اي وزاره، راح تلقى بيها مشكله. ما عندنا قطاع من القطاعات ما في مشكله، السؤال ليش؟ مع ما احنا عندنا وفره ماليه. نعم. يعني كل الدول الان تروح لمصر مثلا، تروح سوريا، تروح لبنان، من تقول لهم شنو مشكلتكم؟ يقول لك ما عندنا موارد. لو عندنا موارد كان ما عندنا مشكله. احنا طيب بلد بيه موارد، عندنا فائض، رئيس الوزراء طلع يقول عندنا نقد كذا مليار تريليون دينار. والبنك المركزي يقول عندنا احتياطات. وتسال الشعب تلقى ناس بلا وظائف، تلقى ناس بلا عمل. تيجي تطلع اجازه تسوق مشكله، هاي دائما انا اقولها، طلع جواز سفر مشكله، تريد اي شيء تسويه بالعراق مشكله. تضطر انه تدفع رشوه لو تشوف لك معارف. لذلك ما حصل ليلة أمس أنا أعتقد هو اختزال لإخفاق مال 19 سنة. يعني هذا الـ 19 سنة كانت حصيلة لهذا الإخفاق. السؤال أنه هل كل الأطراف وعت لهذا الموضوع؟ من حل الموضوع؟ أنه التيار الصدري مكون مجتمعي قبل أن يكون مكون سياسي. يعني التيار الصدري ما راح يختفي من المشهد، راح يبقى موجود كأشخاص، كأفراد، يبقون كاتجاه فقهي، ما راح يختفون من المشهد. بالتالي إحنا اليوم بما انه النظر الان قد يكون موجه على الاطار التنسيقي. نعم. الاطار التنسيقي اليوم مطالب بان يقدم مشروع متكامل. هذا المشروع مو يخص الاطار، مو حتى نحكي بصراحه، مو حتى يتراضون قيادات الاطار بيناتهم، لا، يقدم مشروع يكون يرضي الناس، وبالتالي اذا رضوا الناس اوتوماتيكيا التيار الصدر راح يرضى، ما راح يكون عنده بديل. نرجع المشروع السياسي والايام الجايه الى الملف الثاني، وفي هذه الاثناء ارحب بدكتورنا داء الكعبي مجددا، حياكم الله دكتوره. ينظر الدكتور السعيدي الى انه يجب ان تمارس وسائل التاثير والاقناع للجمهور، باعتبار ان الجمهور العراقي كشعب يتضرر بهذه الافعال، سواء من انتخب او لم ينتخب، بالتالي التاثير وتقديم الخدمه لعامه الجمهور كما يتضرر يجب ان يستفيد. كيف تنظرين إلى مآلات الانسدادات السياسية وضرر الجمهور، وبالتالي
هل وعت الكتل السياسية الدرس ومن ثم ستقدم حلولا ناجعة لهذه الانسدادات السياسية؟ نعم، في البدء تحية لحضرتك أستاذ أحمد ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناتكم الكرام جميعا. حياكم الله. حقيقة يعني تشخيص الجناب الدكتور دقيق جدا، وأن كان يعني أختلف معه في نقطة حضرتك سألتني يعني أيضا عليها، اليوم هل نضجت الكتل السياسية وبالتالي هل ممكن أن تعمل الكتل السياسية على استقطاب وجذب الباقي الجمهور أو الجمهور الصامت أو الجمهور المستقل البعيد عن التحزبية والبعيد عن الأحزاب؟ كذلك هي أيضا من واجبها أن تعمل على جميع فئات وطوائف الشعب العراقي بغض النظر عن المتحزبين أو غير المتحزبين. بالتالي قضية وعي الكتل السياسية لهذا الدرس أم من عدم، حقيقة إحنا مرينا بأزمات متعددة منها انتفاضة تشرين، قبلها قضية داعش، لكن نجد الكتل السياسية للأسف لحد الآن هي لم تعي الدرس. في أحيان كثيرة الغالبية من الكتل السياسية وصلت إلى مرحلة الغرور والتكبر حتى باتت هي بعيدة عن الشارع، حتى وإن أزالت الحواجز الكونكريتية، لكن يا سيدي العزيز هنالك حواجز نفسية هي بنتها الكتل السياسية حول نفسها، بالتالي هي بعدت نفسها عن الشارع العراقي وأيضا رسمت حواجز وقيود كثيرة. بالتالي مثل ما ذكر الدكتور، اليوم المواطن عندما يراجع في أي دائرة هو يعاني من البيروقراطية والإدارية، في حين يأتي متحزب أو مسؤول في أي جهة إدارية هي تفتح له كل الأبواب والنوافذ. فحقيقة المواطن اليوم يشعر أنه في مأساة، المواطن اليوم هو بعيد يعني سيستم البلد وسياسة الحكومة بعيدة عن العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية اللي يطالبها المواطنين، العدالة الاجتماعية اللي نشدوها المواطنين منذ 2003 لحد الآن، العدالة الاجتماعية اللي يطالبوا بها في مظاهرات تشرين، العدالة الاجتماعية اللي دائما الشباب بحملة الشهادات والخريجين يفترشون ساحات التظاهر من أجل المطالبة بتحقيق العدالة، من أجل المطالبة بفرص التعيين. تأتي فرص التعيين وهي تذهب إلى الأحزاب، حتى على مستوى الموظف البسيط أو عامل الخدمة هو يتم بطريقة المحاصصة يتم تعيينه. فبالتالي نحتاج إلى أن يكون هنالك وقفة حقيقية، أن تكون هنالك إرادة سياسية حقيقية للنهوض بواقع الوطن والمواطن. طيب. من دون ذلك ما لم يكن هنالك برامج حكومية تطبق بشكل واقعي، بعيدا عن البرامج التنظيرية وهذه البرامج والفقرات التي تكون حبر على ورق، نحتاج إلى التفاتة حقيقية من الكتل السياسية، إرادة ونوايا حقيقية للإصلاح. نحتاج أن يتساوى المواطن والمسؤول وابن الفقير وابن المسؤول في هذا البلد، وأن يشعر الجميع أن هذا الوطن هو بلده وهو من يمثله. وإلا يا سيد العزيز لماذا يتم اقتحام مبدأ مجلس النواب واقتحام القصر الرئاسي لو كان المواطنين يشعرون أن هذه القصور وهذه الممتلكات هي تعود إلى الشعب لما كان اقتحامها بهذه الطريقة، وإن كان بدعوى التظاهر والاعتصام. طيب. بالتالي اليوم حتى كان هنالك اعتصام ممكن أن يقف المواطنين أمام هذه المباني لا يدخلوها، لا يفرحوا باقتحام هذه المباني لأنهم لا يشعرون بالانتماء لها، هذا كله بسبب إهمال الطبقة السياسية. طيب. بسبب غرور الطبقة السياسية، بسبب استحواذ الطبقة السياسية على كل مغانم هذا البلد، وكأنه هذا البلد هو قطعة أرض وممكن أن يقتسموها، أو هو ورد لهم واقتسموا. طيب. هذا الملك فيما بينهم وهذا الميراث فيما بينهم، في حين باقي الشعب هو لا يجنو منها غير المآسي والاختلافات والخلافات بين الكتل السياسية هي تلقي بظلالها بالسلب على المواطن. نعم. وعلى معيشته. طيب. مجرد خلافات واعتصامات، ليلة أمس ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المواطنين هبوا إلى الأسواق لشراء المواد الغذائية. طيب هذا المواطن الذي لديه مبلغ مالي وممكن أن يصرفه ويدخر مواد غذائية، يعني المواطنين كانوا لا يعلمون الأزمة متى تطول أو متى مدتها وأمدها، لكن هذا المواطن اللي يعمل يوم بيوم، ليلة أمس واليوم هو الحظر تجوال وتوقفت الأعمال، هذا المواطن اللي يعمل أجرة باليوم كيف يستطيع أيضاً تدبير معيشته؟ نعم، من نفس المكتسبات اللي المفروض تحققها الكتل السياسية تعود بالنفعية على هذا المواطن اللي ضحى بأيام داعش. أستاذ علي الزبيدي أرحب بك مجددا، نتحدث عن هذه الأزمة، خلينا نرجع لي وراء أيام الشهيد أبو مهدي المهندس لما قال أنه راح يجي وقت تدفعون به ثمن غالي، ثمن توحدكم في وجه داعش، تحريركم للأرض راح تدفعون ثمن توحدكم غالي. اليوم شفنا الكثير من الإعلام الأصفر، الأقلام الصفراء،
أنه وقفت ليس موقف المتفرج بل موقف المحرض، حتى بعد بيان السيد الصدر وخطابه هنالك أصابع اللوم وجهت إلى السيد الصدر بأنه ليش فضيته، خلي تكمل الأمور، تكمل وين يريدون يوصلون بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذ أحمد الصديق العزيز، وحيا الله مشاهديكم وضيوفك الأعزاء وكادر القناة. صوتي مسموع أستاذ أحمد؟ نعم تفضل أستاذ علي. نعم، أولا هناك شكر وتعزية، شكر لأبناء الحشد الشعبي وأبطال الحشد الشعبي لأنهم لم يصوبوا بنادقهم صوب إخوتهم في العقيدة وفي الدين وفي الوطن، وهذا حقيقة موقف يحسب لأنهم أبناء المرجعية، والمرجعية تعتبر الأب الراعي لجميع العراقيين، فهم أثبتوا أنهم أبناء المرجعية. والتعزية لجميع القنوات الصفراء التي ذكرتها حضرتك، القنوات التي ما فتئت تنفخ في الفتنة وتريد كل يوم أن توقد هذه الفتنة، طبعا مع فلول أيتام البعث ومع فلول المنحرفين والخارجين على القانون والحركات المنحرفة مثل الصرفية وغيرها. حقيقة هذه الحركات كانت تراهن كثيرا هي وأشباه الرجال الذين كانوا يظنون أن الاقتتال الشيعي الشيعي هو المخرج الوحيد لهم لكي يعود الحكم إلى الوراء ويعود إلى البعث، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه مسألة. المسألة الأخرى، يجب الآن أن يتشكل مجلس الحل والعقد في هكذا نزاعات وفي هكذا خلافات. الحقيقة لولا وجود المرجعية ولولا وجود أناس يطيعون عمل قول المرجعية قولا وعملا لكان العراق ذهب إلى الهاوية، ولكانت وصلنا إلى الحرب اللبنانية التي دامت 17 عام أو 20 عام. لكن الحمد لله رب العالمين، ما زال في العراق عقلاء، وما زال في العراق هناك أناس من يفضل مصلحة العراق حتى على مصلحة أنفسهم. والإطار التنسيقي أثبت بصبره وأثبت برباطة جيشه أنه لا ينجر إلى الاقتتال بسهولة. وكذلك جمهور الإطار الحمد لله خرجت ملايين الحشود من مختلف أنحاء العراق، ولم تحدث ثغرة واحدة أو اشتباك واحد مع جمهور التيار. وهذه الحقيقة مسألة يشكر عليها الجمهوران، جمهور الإطار وجمهور التيار، والحمد لله رب العالمين أن الأمور مرت بسلام، وإن كانت يوم أمس يوم دامي أقلق جميع العراقيين، أقلق جميع الأمهات. يعني هناك نقلت لي حادثة أن أم لديها ابن في سرايا السلام ولديها ابن في الحشد الشعبي أو في القوى الأمنية، وكانت هذه الأم انفجعت بأحدهما أو كلاهما، فهي أم تعتبر مرجوعة، والأم هو العراق بالتأكيد. العراق أبناؤه منقسمون في جميع القوات. لذلك سيدي العزيز، نحن نثمن دور كل من سعى بإطفاء هذه الفتنة، سواء من علماء، من شخصيات، من مثقفين، من سياسيين، لأنها كانت ستحرق الأخضر واليابس. طيب دكتور أسامة، نتحدث عن الإطار والتيار. منذ أن أصبح هنالك نقطة خلاف حول الأغلبية والتوافقية، بدأت يعني هوة الخلاف تتسع، فبالتالي عندما تحل هذه الأمور، واليوم لاحظنا بيانات المجلس الأعلى ومنظمة بدر، بالإضافة إلى بيانات رئاسة الجمهورية والوزراء ورئاسة البرلمان، كلها تصب في مصلحة البلد والتهدئة والحوار. بالتالي نستطيع أن نقول إن صح التعبير أن نسميهم خصماء، فنعم الخصماء الذين احتروا الأزمة، فرقاء سياسيين على قول أستاذ علي الزبيدي، لو كانوا فرقاء سياسيين واختصموا، فهنيئا لكل فريق بخصمه. يعني يمكن يعني قبل أيام كنت أيضا مع أحد الأخوان في قناتكم الكريمة الزملاء، وكان أكو
تغطية حول هذا الموضوع، تغطية حول التظاهرات وما بين الإطار والتيار. وأنا يعني تحدثت وقلت إنه هم كلهم أخوة وأخوة يعني من جسد واحد، وبالتالي هذه الخصومة هي ليست خصومة يعني خلينا نسميها مبدئية، وإنما هي خصومة قد تكون نتاج لسوء فهم متبادل أنا أعتقد، وليست خصومة خلينا نقول خصومة جوهرية تتعلق بجوهر القضية. لذلك لو كان أكو بصراحة من كلا الجانبين أكو نوع من الموضوعية، أو خلينا نسميها المستشارين اللي يغذون أو ينطون الأفكار المنطقية، كان ما وصلت الأمور إلى هذا المآل. لكن قد يكون أحد الطرفين أو كلاهما يعني التيار والإطار ما كان أكو النصيحة المفترضة، النصيحة اللي خلينا نقول بها الجانب العلمي أكثر مما الجانب السياسي. إحنا مشكلتنا جانب التجميل الحقائق، عدم الغوص في مكامن الأمور، عدم إعطاء النصيحة اللي هي فعلا نصيحة حقيقية أو استشارة حقيقية، هي اللي أوصلت ترى التيار والإطار إلى هذا الخلاف، خلينا نسميه إنجاز القول إذا كان هناك خلاف حقيقي. المشكلة وين؟ المشكلة إحنا من يصير أكو انقسام بالبيت السياسي السني إنجاز القول بهذا التوصيف أو المكون السياسي السني، شفنا أن العملية السياسية مضت، واعتبر أنه هذا الطرف أو الجهة اللي تعارض النظام السياسي هي معارضة، سواء كانت معارضة سياسية أو معارضة مسلحة، وما تبقى من هذا المكون تمشي بشكلت بحكومات وشكلت بدورات انتخابية. نفس الحال للمكون السياسي الكردي، مرات قسم منهم كلهم يقاطعون، أذكر دورة من الدورات الكرد كلهم علقوا حضور جلسات على مدى الموازنة في عام 2012. مضت الأمور. المشكلة وين؟ عندما ينقسم المكون الأكبر، عندما يختلف الأخ الأكبر، هنا تكمن المشكلة. وقفت الدولة بما معنى بالمعنى الدارج، تعطل الدولة ووقوفها عن العمل بصورة طبيعية أوقف كل شيء. يعني احنا اليوم ما ممكن الامور، احنا مشكلتنا بالعملية السياسية ربطوا المسار الانتخابي بالمسار الاداري. يعني بكل دول العالم انت ادارة الدولة بمعزل عن النتائج والانتخابات، وبالتالي تشكل حكومات وتسقط حكومات وتصير انتخابات مؤسسات الدولة سارية. احنا هذا العيب مخلي الاخوة يلتفتوا له، انه ربطوا العملية السياسية بالعملية الادارية للدولة. تتوقف العملية السياسية توقفت الدولة، مشت العملية السياسية مشت الدولة. هذا خلل يعني جوهري كبير في إدارة الدولة. كون نحتاج نسوي فصل، لأن احنا مو كل مع كل مشكلة نوقف الدولة، مع كل خلل ماكو موازنة. لا ننسى انه احنا اقتصادنا ريعي، من ماكو موازنة يعني كل شيء متوقف، يعني ماكو صرف، ماكو شركات ما تعمل، حركة اقتصاد متوقفة. احنا اليوم الاقتصاد العراقي ترى ماشي على رواتب، هاي تشوف انت حتى اذا تشوف حركه الاقتصاد مالتنا، بيع وشراء الدولار صح، هو البنك المركزي يبيع للشركات وللمصارف اللي تشتري بارقام وباعداد كبيره مجهوله، يعني غير مجهوله الانفاق، لكن حركه الدولار والصرف ايش وقت تبدي؟ من تبدي الوزارات تعطي رواتب تصير حركه بالسوق تنشط. تشوف انت نهايه الشهر مثلا اذا يعني اكو وزارات ما تطلب نفس المده، انت شوف ماكو صرف، السوق واقف. تسال التجار المحلات اهل المفرد، ها شلون شغلكم؟ يقول لك والله واقف، الا ينطون رواتب. بالتاكيد سلسله مترابطه. فهذا الربط كون ينهي القضيه الاخرى. استاذ احمد تسمح لي بس شويه، عندي ملاحظه يعني على جاكم دكتور. جاكم دكتور القضيه الاخرى وكل الوقت حضرتك. انه احنا عندنا مشكله انه كلا الجانبين الاطار والتيار لازم يصير عندهم تقدير موقف، انه هم بما انهم المكون الاكبر المجتمعي والسياسي كون يتحلون بالمسؤوليه، وبالتالي ما تنقل خلافاتهم الى الشارع. طيب. يعني من البدايه كنا نقول لهم يا اخوان حلوا خلافاتكم بالاتفاق بالتفاهم، اوصلوا الى صيغه معينه وخل تمشي هذه الصيغه، ما ننزل الى استخدام وخلي طرف من الاطراف يعطي تنازل حتى تمضي الامور. اما احنا وصلنا الى انه احنا نعطل البرلمان، وصلنا الى انه نعطل الدوله، وصلنا الى انه مرحله ننزل للشارع وصارت تظاهرات مقابله وبعدين صار تصادم. طيب هذه مراحل وصلنا لها، بالاضافه لمداخله حضرتك دكتوره، ايضا اريد استثمر وجود حضرتك بقضيه استخدام الاعلام الاصفر. اللي ما فتأ منذ ليله الامس بتغطيات المباشره ولكن التي لا تصب بمصلحه العراق حقيقه، واستخدموا وسائل التحريض رغم دعوات هيئه الاعلام والاتصالات، رغم دعوات الكتل السياسيه، رغم دعوات
الرئاسات الثلاث إلى توخي الحيطة والحذر بنقل المعلومات بل وحتى الجهات الأمنية، ولكن للأسف ما وجدنا أنه هذه الدعوات لها صداها في بعض وسائل الإعلام، مما أججت وزادت من عملية الفتنة اللي نعم. حصلت البارحة. نعم صحيح، بس إذا تسمح لي عندي يعني مداخلة يعني بسيطة، يعني ملاحظة على كلام الدكتور. طبعا أتفق ويا الدكتور أنه إحنا للأسف عندنا ضعف في قضية المؤسساتية، يعني ما قادرين نبعدها عن الجانب السياسي، لكن يعني على مستوى الانتخابات وتشكيل الحكومة لا يمكن لحكومة تصريف أعمال حاليا مثل حكومة السيد الكاظمي أن تستلم الموازنة لسبب بسيط. يعني حكومة مثلا على سبيل المثال أكثر الدول ديمقراطية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية الرئيس هي 4 سنوات، بعد سنتين من الولاية قبل انتهاء مدة الولاية السنتين الأخيرة يسموها لام داك الحكومة العرجاء، يعني ليس من حق رئيس الجمهورية أن يوقع أي اتفاقيات، وليس من حق الحكومة أن توقع صفقات أو اتفاقات اقتصادية أو أي أمور اقتصادية لها تبعات ممكن أن تتحملها الحكومة القادمة بعد تلك الحكومة. بالتالي اليوم إحنا لدينا حكومة تصريف أعمال، فكيف تستطيع هذه الحكومة المضي بالموازنة وهي حكومة تصريف أعمال؟ مثل الاتفاقات والمشاريع اللي سوتها هذه الحكومة، وهي طبعا خرق دستوري ومخالفة قانونية، لكن من يحاسب الحكومة؟ للأسف إحنا مجلس النواب معطل، اليوم الحكومة مشلولة في جميع مفاصلها، بالتالي هذه الخلافات السياسية أنا أتفق ويا الدكتور بهذا الجانب هي ألقت بظلالها سلبا على مؤسسات الدولة. نعم. لكن خدمة المواطن يجب أن تسير مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح. العفو أستاذ أحمد، خدمة المواطن يجب أن تسير مسارات طبعاً تشكيل الحكومة وغيرها القضايا الاقتصادية المشاريع الاقتصادية ما من حق هذه الحكومة أنه تمضي بها، لأن نرجع إلى موضوعات الإعلام الأصفر دكتور. أنا بس العفوان ترى بجيب الطار الموازنة خدمات المواطنين، أنا قلت نعم. ولا قلت الحكومة، أنا قلت اقتصادنا ريعي بما نعم. معناه إحنا ما عندنا اقتصاد رأسمالي متكامل نعم. بحيث إحنا ما معنيين بالدولة، الدولة قررت الموازنة ما قررت الاقتصاد ماشي، احنا اقتصادنا ريعي قائم على الـ على الـ على الموازنه. نعم نعم، بس هذا مو معناته انه الدوله الحكومه اخذت قرى الموازنه. بين السياسه والاداره حضرتك قارنت يعني، وكانت احنا ما عندنا اقتصاد متكامل متنوع. نعم هو هاي المشكله، مشكله الاقتصاد الريعي لاحادي الجانب هي هذه المشكله، ماكو تفعيل للقطاع الخاص، ماكو دعم للقطاع الخاص، هي هاي المشكله، وبسبب يعني هذا القصور بالتخطيط والقصور باداء يعني القطاع الخاص، عدم دعمه من الجانب الحكومي، هي المشكله. طبعا كنا مشخصين هذه المشكله. ناتي على الاعلام الاصفر، للاسف يعني ليله امس هنالك بعض القنوات يعني صورت انه هذا الصراع هو صراع شيعي شيعي، وهذا التقاتل بين سرايا السلام وحسب ما ذكرت بعض فصائل الحشد الشعبي، ونسيت او تناست انه الحشد الشعبي هو مؤسسه امنيه، مؤسسة معنية بالدفاع والأمن، حالها حال وزارة الدفاع، حالها حال وزارة الداخلية. حتى في شهادة السيد الصدر في أثناء خطابه نعم أشار سماحة السيد مقتدى إلى هذا الكلام طبعا، وهو حقيقة لم تتدخل قوى الحشد الشعبي وفصائل الحشد الشعبي في هذا الصراع، كان هو يعني موقف من المؤسسة الأمنية يعني للتصدي للحفاظ على الممتلكات العامة، في حين الإعلام الأصفر هو صور أنه فصائل الحشد الشعبي وهنالك صراع بين سرايا السلام وبين الحشد الشعبي، وحوله إلى صراع شيعي شيعي. حقيقة للأسف اليوم إحنا نحتاج أنه إعلامنا في أحيان كثيرة يتحلى بالموضوعية والمهنية. أنا مو مشكلة أطلع خبر وقد يكون هذا الخبر مو صادق، هذا يعني حقيقة مشكلة كبيرة. لذلك إحنا اليوم نتمنى من هيئة الإعلام والاتصالات أن تكون هنالك ضوابط على هذا الإعلام غير المهني، غير الذي لا يتصف بالموضوعية والمهنية لمجرد الحصول على الأخبار والشو والمشاهدات، لكن في أحيان كثيرة هي تكون غير حقيقية ولا تتسم بالموضوعية أو المهنية. أستاذ علي الزبيدي، في سؤال لحضرتك، يعني الإطار الشيعي يتأسف لأحداث الأمس ويبدي حزن شديد ويصف الأحداث بأنها مواقف غير مدروسة، من قبل من غير مدروسة؟ حقيقة كل من أثار الفتنة لم يكن يحسب حساب نهايات هذه الفتنة، من يشعل النار ومن يشعل الفتنة ليس هو من يطفئها. أنا أود أن أطرح ثلاث نقاط في الوقت الحالي. الغير مدروسة، أي فئة أو أي جماعة أو أي حزب أو أي تيار عندما يبدأ بإطلاق النار الحقيقة ليس هو من يرمي آخر طلقة. المسألة الأخرى التي أود أن كان اختراق خطير في الموصل من قبل الدواعش، استغلوا انسحاب
كانوا يظنون حقيقة ولم ينسحب من الموصل بل انسحب السرايا من سامراء، وكان هناك موقف هش توقع الدواعش أن المسألة هناك انسحاب من الموصل وكان تعرض على لواء السيد خضير المطروحي، ولكن الحمد لله تصدى لهم هذا اللواء وأوقعوا فيهم خسائر كبيرة. النقطة الأخرى المهمة اليوم، أصبحت أعتقد بعد هذا التوقف وبعد بيان السيد الصدر اليوم أصبحت الأجواء مواتية لطرح الحكومة وتشكيل حكومة بأسرع وقت، والحكومة الآن الأجواء مهيئة كلها. الأخوة الكرد أعتقد الآن وصلوا إلى مرشح، وكذلك الأخوة الإطار حسموا أمرهم منذ فترة طويلة وينتظرون الأخوة الكرد في مسألة رئيس الجمهورية. رئيس البرلمان الآن الرجل انتبه، وإن كان تقاعس كثيرا في مسألة عقد البرلمان عقد جلسات البرلمان، لكن هذا التقاعس الحقيقة دفع ثمنه العراقيين دماء. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. من السيد رئيس البرلمان وضحت الفكرة أن يعقد المجلس بأسرع وقت. نعم، هذه مسألة. المسألة الأخرى سيد العزيز، تفضل. اليوم يجب أن يكون كما قلت سابقا، يجب أن يكون هناك ميثاق شرف أن لا تصل الأمور بالاختلاف السياسي إلى الدماء، لأنه جميع المراجع وجميع العلماء والشرع يتحرز من مسألة الدماء. الدماء يا أخي لا يجب أن يدفعها موقف سياسي أو خلاف سياسي. الخلاف السياسي يجب أن لا يصل للدماء. هذه مجمل الأمور التي أنا أرى أنها في هذه الأيام مهمة جدا أن تحسن. البرلمان وكذلك توقيع ميثاق شرف بين الكتل. بالنسبة للأخوة الصدريين إن حضروا إلى المفاوضات أهلا وسهلا، وإن يعني الحقيقة ابتعدوا عن هذا المجال وانصرفوا عن السياسة فهذا شأنهم ولا أحد يجبرهم على ذلك. أشكرك شكرا جزيلا السيد علي الزبيدي عضو اتحاد الفتح. أشكرك شكرا جزيلا لحد هذه اللحظة، وتتفضلوا بالبقاء مع الدكتور أسامة السعيد والدكتور نداء الكعبي كي نتابع بعد قليل مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، واجدد ترحابي بضيفي الكريمين دكتور اسامه السعيدي ودكتور نداء الكعبي. دكتور اسامه، قبل يومين بالضبط جمعيتكم الجمعيه العراقيه للعلاقات العلوم السياسيه عقدت مؤتمر جمعت فيه النخبه والمفكرين ومدراء المراكز البحثيه والاكاديميين لمناقشه موضوع الانسداد السياسي وكيف ان تكون السياسه في خدمه المجتمع. بالتالي احداث الامس هل قربت الجميع من فكرة أن لا مناص من الحوارات من الاتفاق بدلا من استخدام أوراق قد لا تؤدي مؤداها السياسي؟ أولا أشكرك على هاي الالتفاتة ما يخص الجمعية. طبعا يعني قلت لك إحنا كمتخصصين بالعلوم السياسية دائما ما نستقرأ الحدث قبل حصوله، يعني حتى وإن كان بفترة وجيزة، لذلك كنا نتخوف من هذه النقطة وهذه المرحلة، رغم أنه أكو تطمينات وأكو انه لا تخرج الامور عن مسارها. نعم، وفعلا كان يعني الجلسه او الورشه اللي حصلت هو نتاج حضرتك كانت شرفتنا احد الحضور المميزين مع اساتذه اخرين. الفكره انه كان اكو اطلاق العنان للرؤى والاراء اللي ممكن تصب باتجاه الوصول الى حلول. هذه الحلول مو فرضيات ولا نظريات علميه يعني بالكتب، لا، اريد فروض وافكار واراء اللي هي ممكن تطبق وممكن تلاقي
تطبيقها الميداني العملي. وفعلا يعني كل الآراء وكل الاتجاهات انصرفت إلى أنه لازم يكون أكو حل حقيقي، لازم يكون أكو رؤية ناضجة من قبل يعني احنا عندنا نسميها بالقانون وبالسياسة المسؤولية، أنه كل القيادات السياسية تتحلى بالمسؤولية حتى يعني يأخذ البلد وضعه الطبيعي. احنا المشكلة أنه العالم كله ترى يشوف ما يحصل في العراق، يعني القضية ما مثل ما يعني سابقا يجوز كانت ماكو فضائيات، ماكو مواقع تواصل، سبعينات ثمانينات ستينيات القرن الماضي تدري الخبر من ينقل والصورة قد على ما توصل يعني مو بذات الأهمية. الآن باللحظة بالبث مباشر قسم من التليفونات مالتهم، يعني كل شخص الآن تحول إلى هو قناة متنقلة، يعني فضائية متنقلة، هو ينقل الخبر ويعلق عليه وأول بأول. وهذه فد يعني شيء احنا خلينا نسميه بدأ ينعكس سلبا يعني على وضعنا. احنا نريد نسوق للعالم على انه احنا دولة بدأت تأخذ وضعها الطبيعي، تستعيد توازنها، انهت التزاماتها ويا الكويت، قضينا على داعش. مو ابسط الاشياء الحوار، ما انعقد الحوار دكتور. ما هي هاي المشكلة، انه شنو السبب انه هذا خلينا نسميه التزمت بعدم اللقاء وعدم الحوار وعدم التقبل الآخر في مرحلة انه احنا نحتاج انه لازم تأخذ يعني تكون الامور بهذا المسار او بهذا المال، لان هو انت نظامك برلماني. نعم. دستورك، انا قلت لهم للاخوان انا مع الاغلبيه بس ترى دستورنا توافقي، هو المشرع من خلى الدستور قال لك لازم يتوافقون حتى لا تنفرد، يعني كانت الدستور من انكتب. اكو مخاوف انه بصراحه المكون السياسي الشيعي ينفرد بالقرار. طيب. وبالتالي لا، خلوا فقرات انه حتى المكون السياسي الشيعي لا ينفرد. طيب. بالنتيجه احنا اذا اردنا نسوي اغلبيه خلينا نعدل الدستور. انت منطلقاتك الدستوريه هي هاي. طيب. اما انت تقول لا والله انا ما اعدل الدستور واريد اغلبيه، ما ممكن. وبالنتيجه طيب. هذا اللي حصل. ما دام تكلمنا عن الدستور خليني ارحب بالسيد فيصل راضي كان الخبير القانوني. اهلا بك استاذ فيصل، نتحدث اليوم عن المسارات ما بعد هذه الانفراج عندما وصلنا الى حافه هاويه والحمد لله رجعنا الى جاده الصواب، بالتالي يجب ان تكون هنالك مسارات قانونيه ودستوريه. كيف تنظر إلى المسارات التي من الممكن أن تتحقق في مقبل الأيام؟ الكرام، مساكم الله بالخير، مشاهدي قناتكم العزيزة. أكيد يعني الحقيقة يعني بعون من الله تعالى وبجهود المرجعية والخيرين من أبناء هذا البلد تم إزاحة غمة كبيرة عن هذا البلد. يعني كان ممكن أن تستمر هذه المحرقة لتحرق الأخضر واليابس وليذهب شباب ودماء العراق هدر بدون أي سبب حقيقة. يعني الحمد لله والشكر تجاوزنا هذه الأزمة، لكن احنا يجب أن نعترف أنه عندما انتهت هذه الأزمة لم تنتهي بحل، يعني الجميع ذهب كل إلى مكانه. ايضا عاده الحلول، يعني اليوم الاطار الشيعي دعا البرلمان وباقي المؤسسات الدستوريه للعوده الى ممارسه مهامها والقيام بواجبها تجاه المواطن. كيف ستكون تلبى هذه الدعوه؟ احنا بحاجه الى ان نراجع، يعني يجب ان نذهب ونحتكم الى الدستور. نعم. يعني اولا يجب ان يجري حوار يجمع كل الاطراف ويتفقوا على ان يحتكموا الى الدستور. نعم، قد يكون هنالك خلاف في بعض فقرات الدستور، لكن هذا لا يمنع من الاتفاق والذهاب إلى مواد الدستور والبدء بعملية حقيقية، يعني ابتداء من عملية انتخاب رئيس الجمهورية أو اختيار رئيس الجمهورية. هذه المشكلة من الأكراد، الاتفاق على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وبحضور الثلثين وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم تجري الترتيبات الأخرى بتطبيق المادة 76 واختيار رئيس يعني مرشح الكتلة الأكثر عددا حتى ولو بشكل مؤقت، يعني الاتفاق. طيب. لمدة سنة خلينا نقول. طيب. وبالتالي الذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا كانت الجماهير والكتل معظمهم اتفق على انتخاب أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، قد نذهب إلى انتخابات مبكرة وبالتالي نذهب إلى تعديل الدستور، تعديل بعض مواد القوانين التي هنالك خلاف عليها. المهم ان نسبق الاحداث كي لا تعود هذه المواجهات. طيب. من جديد خلينا ننتقل للدكتوره. دكتور شلون نسبق الاحداث اللي تفضل بها استاذ فيصل راضي كان؟ نسبق الاحداث
يعني المحكمة الاتحادية كان من المفترض أن تعقد جلستها وتصدر قرار لربما إن لم يتم التأجيل في قضية حل البرلمان أو لا، وهنالك أيضا حوارات سياسية ومقترحات سياسية على سبيل المثال لحد اليوم، يعني الإطار الشيعي شدد في اجتماعه اللي عقد اليوم في بيت الشيخ إمام حمودي على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة خدمات للمواطنين تتولى الإصلاح، محاربة الفساد، نبذ المحاصصة والطائفية. أي المسارات من الممكن أن تتحقق، المسارات السياسية أم المسارات القانونية؟ نعم، هي أستاذ أحمد حقيقة لا يمكن أن تسير المسارات السياسية بمعزل أو بمنأى عن المسارات القانونية. بالتالي اليوم يعني قضية حل مجلس النواب إذا لم يتم حله عن طريق المادة 64 وهي واضحة من الدستور يتم حله بقرار من المحكمة الاتحادية. لكن اليوم هي ليست المشكلة بحل مجلس النواب وبقرار المحكمة الاتحادية. وين المشكلة؟ لنفرض جدلا تم حل مجلس النواب ثم ماذا؟ واليوم إنهاء هذا التصعيد، لكن هل هذا هو نهاية وحل هذه الأزمة؟ قد تكون هي بداية النهاية، بداية لحل حالة هذه الأزمة، لكن ليس هو كل الحل. اليوم لدينا خلافات واختلافات بين الإطار والتيار. على سبيل المثال يعني إذا تم حل مجلس النواب يجب أن تتشكل حكومة، الكتل السياسية مختلفة فيما بينها، هل يتم التجديد لحكومة السيد الكاظمي لسنة مقبلة مثلا لحين تحديد موعد انتخابات قادمة، أم مثلا يتم اختيار شخصية توافقية مرشح تسوية وتمضي الحكومة بها لحين الانتخابات؟ نأتي على الانتخابات، الكتل السياسية يعني هسه إذا نتحدث عن البيت السياسي الشيعي اليوم الإطار الشيعي البيت الشيعي عفوا بجناحيه الإطار والتيار هو مختلف حول قانون الانتخابات. التيار هو لا يريد تغيير قانون الانتخابات وبالتالي يبقى ذات القانون وذات المفوضية، في حين الإطار بعض الكتل السياسية هي يعني لا تريد هذا القانون وتطالب بتغيير هذا القانون، وهنالك قرار من المحكمة الاتحادية بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات، وكذلك لديها ملاحظات على أداء مفوضية الانتخابات في هذه الانتخابات وفق مخرجات ومعطيات الانتخابات والعملية الانتخابية اللي حدثت في انتخابات 2021. بالتالي قضية حل مجلس النواب هي ليست كل الحل، الحل هو في الحوار السياسي، الحل في عقد اجتماعي وسياسي جديد، تجلس الكتل السياسية على طاولة مفاوضات واحدة وتتفق. ثم حتى إذا بعد الانتخابات يعني وصلنا إلى مشكلة عدم الثقة بين الكتل السياسية وهذا الشك الذي أصبح فيما بينهم، فإذا يجب أن يكون هنالك ضامن لهذه الاتفاقات، ضامن لهذا العقد السياسي، ضامن لهذه الحوارات أن تطبق على أرض الواقع. طيب. وإلا كان هنالك العديد من وثائق الشرف بين الكتل السياسية لم يتم الالتزام بها، ونعود من جديد إلى الكتلة الأكبر ومن هي الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة. بالتالي اليوم استقالة أعضاء التيار الصدري أعضاء مجلس النواب، هنالك البعض من يقول أنه ممكن إعادتهم من جديد إلى مجلس النواب وممكن بحجة أنه لم يتم التصويت على هذه الاستقالات. يعني قصدي أن هنالك قوانين في مجلس النواب، هنالك بعض الفقرات في الدستور هي فضفاضة قابلة للتأويل وتفسرها الكتل السياسية وفق مصالحها وأهوائها ومصالحها الحزبية. إذن يجب أن يكون هنالك عقد سياسي واجتماعي جديد تتفق فيه الكتل السياسية على أدق التفاصيل، وبالتالي يتم الالتزام بهذه التفاصيل وعدم التنصل منها، وإلا إذا كان يتم التنصل من هذه الفقرات وعدم الاتفاق على الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة نبقى نعود في نفس الدائرة المغلقة، وبالتالي نحدد الانتخابات ومخرجات الانتخابات أيضا تسبب لنا أزمة وانسداد سياسي. طيب. دكتور اسمحي أن أخذ رأي الدكتور سامي السعيدي، يعني في مهارات التفاوض على سبيل المثال دكتور، يصل المفاوضون من كل جانب إلى آخر نقطة كان فيها التقاء قبل التشعبات، في رأيك أي نقطة كان فيها التقاء للبيت الشيعي بصورة عامة كما أشارت الدكتورة كي نؤسس من بعدها لربما مسار موحد يجمع الطرفين؟ موضوع يعني أن تكون انتخابات قبل الموعد المقرر، يعني متى مضي 4 سنوات، أعتقد هذا الكل مجمع عليه. طيب. لكن التفاصيل هنا تختلف. أولا أكو مبدأ معروف، يعني أنا ما أريد أستبق يعني قرار المحكمة الاتحادية.
أين تضع قرار المحكمة الاتحادية؟ قرار المحكمة الاتحادية، وظيفة المحكمة الاتحادية وأنا دائما أقولها هي أن تقوم بعملية مطابقة ما بين الحدث والنص الدستوري. نعم. عندها حدث وعندها نص دستوري، تشوف هل الحدث مطابق للنص الدستوري؟ تنتظر الكتل السياسية ما تمشي مسارات. لا، الآن القرار اللي الآن دا يطلب من المحكمة الاتحادية، أنا أعتقد هذا رأيي الشخصي طبعا. نعم. وقلت لك ما أرد أستبق، أعتقد راح يكون هذا القرار، هي قراءتي، انه هو ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية ان تحل مجلس النواب. يعني اكو اختصاصات، كل مؤسسة كل اكو اختصاص، وحتى بالقضاء المحاكم اختصاصات. بالتالي اكو مبدا معروف بالقانون وبالدستور العراقي، هو مبدا الفصل بين السلطات. اذا المحكمة الاتحادية تجاوزت هذا الموضوع، هذا يعتبر خرق كبير. المحكمة الاتحادية انا اقول لك راح تقول هذا تجاوز على السقوف الزمنية، واكو يفترض المدة الدستورية تحترم، لكن المشرع العراقي ما وضع جزاء أو التزامات في حال تجاوز هذه المدد. احنا عندنا نسميها بالقانون سكت المشرع. المشرع سكت عن تجاوز المدد الدستورية، يعني قال ينتخب ينعقد البرلمان فلان جلسة شهر مثلا كذا، ينتخب رئيس الجمهورية شهر، يكلف رئيس الحكومة كذا أسبوعين، هاي المدد المعروفة اللي تقريبا كلها 90 يوم. طيب إذا تجاوزنا هاي 90 يوم سكت المشرع، ماكو. طيب هل اكو جزاء؟ ينحل البرلمان، يعتبر في عداد المنحل، لو اكو فقره قانونيه يعتبر البرلمان حالا لنفسه في حاله عدم ايفائه بالتزاماته الدستوريه. هذه ايضا من ضمن اشكالات الدستور. اي فاحنا نعم. حتى نكون القضيه الاخرى، انا بمعزل عن القانون تفاصيله وثغراته وعيوبه، ماكو قانون انتخابي بالعالم، وافتر كل دول العالم، ماكو احصاء سكاني. وقلنا لهم من نصيح ونستريح، قلت لي يقول من 2012 يا اخوان سووا احصاء سكاني، سووا احصاء سكاني، كل سنه قالوا هل الحكومه راح تسوي احصاء سكاني، ورا ست اشهر طلع وزاره التخطيط قالوا نعتذر ما نقدر نسوي احصاء سكاني. طيب هسه القانون هذا يتعدل يبقى مو موضوعي، بس انا ماكو احصاء هذا القانون طبق يعني نظام الكوتره، ما تدري تشقد. نعم. الدوائر الانتخابيه قسمت على اساس الكوتا النسويه، وهذا شيء ما له علاقه بهالشيء. يعني يفترض اكو احصاء سكان، حتى الدوائر الانتخابيه تقسم على اساسه. الدقيقة الأخيرة منحة لضيفي الكريم السيد الزبيدي، عفوا السيد فيصل الأضريكان، يعني عندنا مسارات سياسية ومسارات قانونية، بالتالي أي المسارات ستغلب إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه كانت المحكمة الاتحادية في تزوير النتائج، قضية تزوير النتائج وغيرها، تأنت بالبت بهذه القضايا لحين حصول بعض التوافق السياسي بين الكتل، سيكون نفس هذا المنهج في هذه الأزمة؟ أولا نأيد ما ذهب إليه ضيفك الكريم أن المحكمة الاتحادية ليست صاحبة اختصاص في حل مجلس النواب، يعني المرور على المادة 93 و94 وهي اللي حددت صلاحيات المحكمة الاتحادية، ب 93 تم يعني درج كل الصلاحيات بالمادة 93 من الدستور العراقي التي تمتلكها المحكمة الاتحادية. إذا نستعرضها ما تلقي بها فقرة واحدة تقول بالمحكمة الاتحادية صلاحية حل مجلس النواب. لذلك أعتقد أن المحكمة الاتحادية عندما أجت أرادت أن تكسب الوقت لحيل حل يعني المتوتر اللي كان بين الأطراف. طيب حاليا شو راح يكون المشهد حسب قراءتك؟ وأنا متأكد راح تذهب بهذا الاتجاه. نعم. يعني عدم اختصاصها في هذا الموضوع. إذن سيكون الحل حلا سياسيا، ونتأمل أنه الفرقاء عندما يجلسون إلى طاولة الحوار سيكون هنالك مسارا جديدا. أشكرك شكرا جزيلا الخبير القانوني السيد فيصل ريكان، أثرت الحوار في هذا الملف، وأشكر كثير حضرتك الدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، وكذلك الدكتور نداء الكعبي السياسية المستقلة، شكرا جزيلا لكم الكريمين على هذه الإثراءات في الملفين، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.